أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: انتشر كثيرا في السنوات الأخيرة تأجير مزارع النخيل مقابل مال، وذلك قبل بداية إثمار النخيل، فيتولى العمال العناية بها. هذا لما كان العمال يشرون الثمار، باكستانيين وغيرهم يشرون الثمار قبل بدو صلاحها، هذا حرام ولا يجوز. لما نهوا عن ذلك احتالوا وقالوا حنا مستأجرينها، استأجرناها، وما هو بأجار، هذا بيع، فلا يجوز، هذا حيلة. نعم.